احنا كتير مبسوطين انه احنا نعمل نقطة تحول في المجتمع العربي. جمعية لنا حياة تأسست من سنتين بمشروع كان جدا بسيط اللي هو يكون مجموعات دعم لكتير نساء اللي هي عم تمرق ازمات مادية اقتصادية ونفسية، وطور المشروع لحتى يكون زاوية دافية لكتير نساء اللي بتتوجه بكتير أسئلة وكتير استشارات. وطبعا فتحنا كتير دورات لنساء اللي كيف تبلش نقطة تحول من البيت، اللي هي تبلش تعمل عمل خاص فيها اللي تكتسب بالمصروف زيادة عندها في البيت. برنامج اليوم هو افتتاح لوبي لنا حياة اللي هو نادي شهري للنساء اللي بيقدم رزمة خدمات كتير كبيرة. رزمة الخدمات هي خدمات استشارية في مجال العامل النفسي والاجتماعي وكمان عامل المحاماة، اللي كتير نساء عندهن استفسار في بالنسبة للإجراءات والتنفيذ اللي بتصير بحق كتير عائلات اللي ما بيفهموا المسار اللي بيمرقوا فيه. طبعا كمان جانب كتير مهم اللي أذكره اللي هو مكتب مراقبة الدولة اللي هو بقدم خدمات كمان استشاري وخدمات مباشرة لكتير أشخاص اللي عندهن مشاكل مع مؤسسات حكومية في المجتمع العربي، توجهات للتأمين الوطني، لأي مكتب عمل اللي هن ما بيعرفوا المسار الصحيح اللي يتم فيه التوجه، فهن كمان موجودين هون لحتى يساهموا ويساعدوا. شو أهمية دعم النساء بهذا المجال وأهمية توعية المرأة لمثل هاي المشاكل اللي ممكن تخوضها خلال مسار حياتها؟ طبعا أنا برجع للهدف الأساسي اللي نقام فيه النادي والجمعية بالأساس، اللي كتير نساء ما بتعرف حقوقها في المجتمع، ما بتعرف المسار الصحيح. طبعا نساء اللي بتمرق طلاق وانفصال اللي كتير أسبابه اقتصادية بالأساس اقتصادية، فإحنا موجودين هون لحتى تأخذ الاستشارة الكاملة لحتى كيف تحل هذا الموضوع وكيف تكون واعي في هذا الموضوع. شو رسالتك للنساء بشكل عام؟ رسالتي للنساء إنه المجتمع بكمله المرأة والرجل والولد، وكتير مهم الإنسان تكون مثقفة وواعية لكتير شغلات، لحقوقها، لنفسها بالأساس، وتآمن بنفسها وتحب نفسها عشان تقدر تبني عائلة صحيحة. برامج اللي بتقدمها جمعية لنا حياة هي برامج متنوعة. تعال ناخذ مثال صغير، في وقت الكورونا كان في دائقة مالية للعائلات، اللي النساء اللي فيش عندها قدرة انه تطلع برا وتشتغل، فاحنا علمناهن كيف يشتغلوا من البيوت ويبلشوا باليات بسيطة من البيت، يبلشوا يفوتوا دخل معين للبيت، كمان يساعدهن في بالمعيشة اليومية. شو أهمية دعم المرأة في هيك مجالات وحضرتك كرجل عم تدعم هيك مشاريع؟ طبعا أنا كنت في عدة جمعيات لأشياء تانية، طبعا اللي هو الطرد اللي متعودين عليه، أو حدا ناقصه أو واعي حدا، بس اليوم في كتير عائلات وكتير ناس اللي هي بحاجة لدعم محلات تانية زي المؤسسات الحكومية، زي دورات تعليمية، زي آليات اللي يبلشوا يطلعوا فيها، وإن شاء الله رح يفتتح لنا كتير شغلات اللي هن كمان يقدروا يطلعوا ويشتغلوا برا أو من البيت، كمان يقدروا يسووا شغل كمان. شو رسالتك للنساء بشكل عام؟ أنا مش بس للنساء، أنا بشد كمان لكل الناس، كل واحد بشوف حاله أنه بيقدر يعطي لمجتمع لكذا، أهلا وسهلا فيه. وللنساء بشكل خاص اطلعوا، ما تخافوا، دائما في إيش، كل إنسان في له موقع في الحياة وكل إنسان في له موقع، فيطلعوا وما يخافوش من إشي، وإحنا بابنا مفتوح لكل العائلات لكل الشرائح. طبعا بلشت أنا بجمعية لنا حياة مشتركة بالأساس، اليوم أنا سكرتيري فيها. جمعية لنا حياة عملت لي نقطة تحول كتير كبيرة، وأنا بنصح كل صبية بدها التغيير تيجي على جمعية لنا حياة، لأنها جمعية جدا داعمة وجدا بتساعد وجدا جمعية بتحتضن كل المشتركات ومن أي بلد. شو البرامج اللي عم بتقوموا فيها في جمعية لنا حياة؟ عندنا دورات كتير، عندنا دورات شيف، عندنا ورشات طاقة، عندنا ورشات معجنات، كل إشي، وفي عندنا كتير مفاجآت. عندنا نادي شهري اللي بنعمل فيه كتير أشياء، فأنا عن جد بنصح وبدعو كل صبية بدها التغيير عن جد تيجي وتغير.